My dear fourth level pharmacy students, I will talk about my second topic in my course named crystallization. At the beginning, what is the meaning of crystallization? Crystallization is a method of providing crystalline materials in the desired size range and as a purification step in industry. It is a practical method to obtain a chemical compound in a stable, pure, attractive, free-flowing, and elegant form. يعني معناها في الآخر إن أنا عايزة أحصل على مركب يكون المركب النهائي ده chemical compound بتاعي يكون pure عن طريق إن أنا أعمل له عملية crystallization وأحصل عليه في النهاية على شكل إيه crystals. طيب إيه هو الكريستال؟ الكريستال دي عبارة عن إيه؟ الكريستال دي عبارة عن molecules, ions, or atoms arranged in a regular manner with a specific shape independent of its size. يبقى أهم حاجة عندي إن هي لازم يكون ليها regular manner و specific shape. ليه؟ لأن ده indicates the purity بتاعتها. أما لو حصل في formation للregular crystals أنا لقيتها دي indicates إن في إيه عندي impurities موجودة. طيب يعني إيه كلمة crystal lattice؟ In crystalline solids, the constituent atoms, ions, or molecules are arranged in a regular repeating pattern in three-dimensional space called crystal lattice. تمام؟ زي ما أنا شايفة عندي هنا. For example, crystal lattice of sodium chloride. زي ما أنا شايفة كده في عندي الكلورايد ions وعندي الصوديوم ions. أتخيل إن هم عاملين زي شكل points. ال points دي arranged في three-dimensional space. وتديني كريستال لاتس وتديني شكل معين بيبقى زي شكل ايه اللي هو الكيوب. يعني هي هنا في الكريستال لاتس بتاع الصوديوم كلورايد بيبقى كيوبيك فورم او كيوبيك شيب. تمام. طيب الكونستراكشن بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ It is constructed from repeating units called unit cell. زي ما انا شايفه هنا ادي اليونت سيل عندي اللي هو شكل الكيوب المتكون مثلا وهو ده اللاتس ايه بوينتس الموجوده فيه. وهو اما اجي اشوف بقى اللاتس نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن ريبيتنج ايه؟ ريبيتد يونتس من اليونت سيل. تخيل ادي اليونت سيل اهي، نتخيل ان في جنبها يونت سيل كمان زيها بالظبط، هي هيها بنفس السايز بنفس كل حاجه. نتخيل ان في فوقيها جنبيها، المهم هم بيقعدوا عاملين كده زي الكيوبس اللي بنقعد نحطها جنب بعضها فوق بعضها لحد ما تدينا الشكل اللاتس النهائي اللي احنا عايزينه. يبقى all unit cells in a specific crystal are the same size and contain the same number of atoms, ions or molecules arranged in the same way. نلاقي ان الكريستال دي is bounded by plane surfaces called faces اللي هي الفيسز ايه بتاعتها اللي هي دي 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 بنسميها فيس. في عندنا حاجة اسمها crystal habit. يعني ايه كلمة crystal habit؟ crystal habit it refers to the development of crystals with different type of faces. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا for example لو انا عندي الصوديوم كلورايد، الصوديوم كلورايد لما يجي يحصل له crystallizes from aqueous solution هيحصل له crystallization ويدينا شكل ايه؟ cubic faces only، يدينا شكل الكيوبيك faces. اوكي ده امتى؟ لو حصل له crystallization from aqueous solution يبقى هيدينا cubic faces. طيب افرض ان انا الصوديوم كلورايد ده حصل له crystallization من an aqueous solution containing small amount of urea، هل وجود اليوريا هيبقى لها تأثير؟ even لو كانت حتى small amount من اليوريا دي كان ليها تأثير. ليه؟ لان هي ادتنا في الحالة دي crystals with octahedral faces would be formed. ادي octahedral A faces. وطبعا زي ما احنا عارفين الكيوبيك فيسز معناها الكيوب بيبقى له 6 فيسز، اما الاوكتاهيدرال فيسز بيبقى لها 8 فيسز. فبالتالي هنا الفيسز اختلفت، يبقى هو الصوديوم كلورايد الون لما يحصل له عمليه كريستاليزيشن فروم اكوا سوليوشن هيبقى له شكل كيوبيك فيسز، لكن لو حصل له كريستاليزيشن فروم اكوا سوليوشن في سمول اماونت من اليوريا هيروح مدينا ايه؟ اوكتاهيدرال ايه فيسز. يبقى القصة دي كلها بنسميها الكريستال هابت. نيجي بعد كده كريستاليزيشن ان سوليوشن او نتكلم عن موضوع السولوبيليتي. لازم نفهم الحكاية دي كويس جدا لان الموضوع اللي انا هشرحه ده دلوقتي او يعني كلمة ساتوريتد وان ساتوريتد وسوبر ساتوريتد هو ده البيزك اللي هيقوم عليه موضوع الكريستاليزيشن كله. طيب في البداية يعني ايه؟ انا عندي دلوقتي في ثلاثه ترمينولوجي هسمعهم: unsaturated solution, saturated solution, وsuper saturated solution.
اول حاجه a solution ده عباره عن ايه؟ اي solution عباره عن ايه؟ عباره عن solute dissolved in a solvent. A solid in a solution will have a given solubility value CS at a specified temperature. معناها the solubility value is the concentration of the solute at saturation point. يعني معناها ايه برضو الكلام ده؟ يعني ايه كلمة برضو saturated solution؟ يعني معناها the maximum amount of solute that can dissolve in a given volume of solvent at a specific temperature. يعني احنا ساعات لما بنيجي نقرا عن compounds مثلا نقول ايه الكومباوند ده freely soluble، لا الكومباوند ده مثلا له certain solubility، بمعنى مثلا نقول ايه ان السولوبيليتي مثلا بتاعته 20 مللي جرام مثلا بير مللي لتر او 20 مللي جرام بير لتر او ايا كان، المهم يبقى فيه قيمه محدده ليه عند درجه حراره مثلا يقول لك 25 درجه او عند درجه حراره 40 درجه. يعني معناها ايه؟ يعني معناها قيمه السولوبيليتي فاليو اللي هي بتتقال دي، يعني معناها ايه؟ ده الماكسيمم اماونت من السوليوت اللي نقدر يدوب في جيفن فوليوم من السولفنت عند ايه؟ ات سبيسيفايد تمبريتشر. يبقى هو ده معناها كلمه ساتوريتد سوليوشن، اللي هو اقصى كونسنتريشن من السوليوت يقدر يدوب في فوليوم محدد من السولفنت عند درجه حراره ايه معينه. طيب a solution with solute concentration below the solubility value or saturation concentration ده بسميه ايه؟ لو هو تحت اللي هو solubility value يبقى المحلول في الحالة دي بسميه ايه؟ unsaturated. unsaturated يعني معناها ايه؟ معناها will allow further dissolution of solute until it gets saturated. until it gets ايه saturated. نفهمها شوية بمثال توضيحي زي ما انا عامله لكم كده. انا مثلا دلوقتي عندي 100 مللي جرام من السوليوت عايزه ادوبهم في 100 مللي من الايه السولفنت. طيب انا هعمل ايه؟ انا جايه دلوقتي ادي هبدا ادوب، هيدوب عندي مثلا 5 جرام من ال 100 بداوا يدوبوا معايا ستيل ديزولف عند درجه حراره انا بادئه بيها مين 25 ايه درجه. اهي نتوقع اهو يعني مش يعني نشوف كده على الكيرف هنلاقي ايه؟ ادي اللي هو النقطه اللي هي دي اللي هي الخضراء دي اللي هي بتمثل 5 جرام. تمام؟ عند درجة حرارة 25 خلاص دابوا. أنا كده لازلت في مرحلة إيه الأنساتوريتد وقت الخمسة ولسه في مرحلة الأنساتوريتد. هل أنا وصلت للساتوريتد؟ لسه ما وصلتش. يعني معناها إيه؟ لسه قدامي أقدر أضيف إيه أو أقدر إن في أماونت من المية اللي موجودين هيقدروا يدوبوا معايا لغاية لما أبدأ أوصل لمين؟ لمرحلة الساتوريشن. تمام؟ ففعلا هيبدأ يدوب من المية اللي أنا حطاهم هيفضل يدوب 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 معايا لغاية لما هوصل لإيه؟ لغاية لما أوصل لمرحلة الساتوريشن إن أقصى حاجة دابت معايا كانت 91 إيه جرام وفي 9 جرام ما دابوش معايا. خلاص عند درجة حرارة كام؟ 25 درجة اللي أنا وصلت فيها لمرحلة الإيه؟ الساتوريشن. طيب إيه اللي يحصل؟ لو أنا جيت كان السوليوت ده دوبانه بيتأثر بالحرارة يعني ممكن يزيد بارتفاع درجة الحرارة، يبقى في الحالة دي if the temperature is raised at the same concentration for this particular system the solution becomes unsaturated and more solute can dissolve. نفهم تاني يعني ايه؟ يعني انا اقصى حاجة المرة اللي فاتت اهو قدرت اوصل لها عند 25 درجة ان انا وصلت لاقصى كمية قدرت ادوبها اللي هم 91 جرام وتفضل 9 ما دابوش عند درجة حرارة كام؟ اللي هو ال 25 درجة في مرحلة الساتوريشن. انا جيت كده بدأت امشي كده وارفع درجة الحرارة اوصلها بدل 25 وصلتها لغاية كام؟ 50. تمام 50 درجة. لاحظت ايه بقى؟ لاحظت ان معايا خلاص ال 100 جرام كلهم دابوا معايا، كل دول دابوا معايا، ال 100 جرام كله داب اهو عند درجة حرارة 50 درجة، حتى لو نلاحظ كمان أنا ما زلت حتى كمان لسه في مرحلة الأنساتوريتد، يعني حتى كمان ما وصلتش للساتوريشن، لكن درجة حرارة ال 50 كانت كافية إن هي تدوب لي ال 100 جرام سوليوت اللي أنا عايزاهم. طيب، هيحصل إيه بقى بعد كده؟ if the solution خلاص is slowly cooled. slowly خلي بالنا كلمة slowly cooled to the starting temperature at the same concentration the solution becomes super saturated. يعني ايه؟ انا هنا عند النقطة دي في الانساتوريتد ده انا كنت خلاص عند درجة حرارة 50 دوبت ال 100 جرام كلهم. طيب ده طبعا ده بتأثير مين؟ الحرارة. طيب يبقى اكيد لما انا هبدأ ابرد تاني واعمل slow cooling لغاية ما اوصل لدرجة حرارة ال 25
الاولانيه، ترى هيحصل ايه؟ عمليه في البدايه السلو كولينج دي معناها يعني هتمشيني من مرحله الانساتوريتد وتبدا نعدي يعني نعدي هنا الكيرف الموجود واخش على مرحله الايه السوبر ايه ساتوريتد ايه سوليوشن. السوبر ساتوريتد ايه سوليوشن ده يعني معناها ايه بقى؟ معناها وانس ان انا هوصل لمرحله السوبر ساتوريتد ده يعني معناها خلاص هبدا ارجع لاصلي تاني، ليه هرجع للسولوبيليتي تاني اللي كانت المفروض هتكون عند 25 درجه اللي انا نزلت لها تاني، اللي هو ان المفترض ان ال 91 دول جرام هم اللي هيفضلوا دايبين والتسعه يبداوا يرسبوا، مش نقول يرسبوا، يبداوا يحصل لهم عمليه كريستلايزيشن بقى مره تانيه. ازاي يبدا يحصل لهم كريستلايزيشن؟ ان انا وانس وصلت لمرحله السوبر ساتوريشن دي كريستلايزيشن كان ستارت from nucleation and crystal growth until equilibrium state is reached at saturation. يعني ايه؟ هنيجي بقى دلوقتي للحته اللي انا عايزه ابدا ادخل فيها بقى موضوع الليكشرز بتاعنا النهارده، ان انا عشان اعمل كريستلايزيشن، الكريستلايزيشن ده لازم هيمر على ثلاث مراحل مهمين. اول مرحله اللي هي المحلول بتاعي يبقى سوبر ساتوريتد، وانس ان بقى سوبر ساتوريتد في المرحله دي بيبدا يتكون حاجه اسمها نيوكلياي. نيوكلياي بتبقى عباره عن سمول بقى بارتكل هتبدا تبقى موجوده تتكون صغيره، لان خلاص هو هيدخل من مرحله اللي هو كان دايب بالحراره بدات اعمل له كولنج، هيبدا يرجع لايه؟ لتركيزه الاصلي. خلاص هتبدا بارتكل صغيره تتكون ويجي يحصل ديفيوجن وديبوزيشن للبارتكلز اللي موجوده في السوليوشن اللي حواليها عليها، لغايه اما يبدا يتكون معايا مين؟ كريستلز. هتبدأ ان هي معايا تتكون وتركيز المحلول هينزل تاني للمرحلة الساتوريتد اللي كان عليها في الاصل. يعني معناها لما حصل هو كريستاليزيشن، الواحد وتسعين جرام هم اللي هيفضلوا دايبين، والتسعة جرام الباقيين دول هم اللي هيبدأ يحصل لهم عملية الايه الكريستاليزيشن، لان هم خلاص المحلول رجع لوضعه الاصلي تاني للساتوريتد ايه كساتوريتد سوليوشن اللي هو له ماكسيموم ايه سولوبيليتي معينه، فاللي هو ال 91 جرام اللي دايبين وال 9 جرام بقى دي في المرحله دي عندنا بداوا يعملوا ايه؟ بداوا هم اللي يكونوا عمليه الايه؟ اللي هو بدا يحصل عمليه الكريستاليزيشن ويكونوا في شكل ايه؟ كريستال ايه فور. يبقى انا زي ما اتكلمت من شويه الستيبس اوف كريستاليزيشن فروم ا سوليوشن لازم تمر بثلاث مراحل. اول حاجه اعمل اندكشن اوف سوبر ساتوريشن، ثاني مرحله يتكون النيوكلياي، ثالث مرحله يبدا يحصل عمليه ايه جروس للكريستالز. طيب اندكشن اوف سوبر ساتوريشن زي ما انا قلت كده وشرحنا في المثال اللي فات، لو احنا نخلي بالنا ان احنا عشان نعمل مرحله السوبر ساتوريشن عملتها ازاي؟ انا لقيت الكيرف بتاع الساتوريشن ان السولوبيليتي نفسها بتاعه السوليوت بتزيد بزياده درجه الحراره، وبالتالي لما انا جيت خلاص وصلت للساتوريشن وعند درجه حراره المعينه دي وبدات اعمل عمليه كولينج، بدات اترحلت من المرحله بقى اللي هي اسمها ايه، دخلت في مرحله السوبر ساتوريشن، يبقى الكولينج ده وصلني لمرحله ايه؟ ان انا الكولينج ده هيوصلني لمرحله السوبر ساتوريشن عشان يبدا حدوث عمليه الايه النيوكليشن والكريستال جروس تبدا تحصل. طيب افرض كان عندي خلاص، والعمليه الكولينج دي دايما بتنفع للحاجات اللي هي ممكن بتتاثر بالايه بالحراره، السوربيتي بتاعتها بتتاثر بالحراره او بتزيد، هنقول بقى عشان يبقى كلامنا يعني صح، تزيد بزياده الايه التمبريتشر، فبالتالي لما اعمل كولينج يحصل سوبر ساتوريشن وعمليه الكريستاليزيشن تبدا ايه تتم. طيب افرض كان عندنا كومباوندز مثلا، الكومباوندز دي او اللي هي موجوده دي او السوليدز دي ملها تاثير الحراره، ملهاش تاثير على السولوبيليتي، ملهاش اي تاثير خالص على زياده السولوبيليتي بتاعتها، يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ هل الكولنج هينفع؟ لا. هنقول بقى في الحاله دي في طرق تانية، ان انا ممكن اعمل عمليه الايفابوريشن، ايفابوريشن لجزء من السولفنت اللي عندي، وبالتالي هيبدا يحصل عمليه الايه الكريستاليزيشن. انا ما يحصل ايفابوريشن لجزء من السولفنت اللي موجود، يعني معناها الكونسنتريشن اللي المفروض كان للسوليوت عند سبيسيفيك ايه فوليوم عند سبيسيفيك تمبريتشر تمام ما عادتش موجود، قال كده الفوليوم نفسه حجمه قل، فبالتالي حصل ايه السولوبيليتي كده ما بقتش هي في الكونسنتريشن بتاعها المظبوط بتاع السوليوت المظبوط، ما عادش هو ده المفروض اللي محقق السولوبيليتي، وبالتالي
فقد الجزء من السولفنت ده هيؤدي الى حدوث ايه؟ عمليه الايه؟ السوبر ساتوريشن، ويبدا يحصل عمليه الكريستاليزيشن. في تكنيك ثالث برضو عشان اعمل اندكشن للسوبر ايه؟ ساتوريشن، اسمه ادياباتيك ايفابوريشن، وده بيجمع بين الحاجتين، ان ممكن يحصل ايفابوريشن وكولينج الاثنين مع بعض. في طريقة رابعة عشان أقدر أعمل سوبر ساتوريشن، طريقة اسمها سولتنج أوت أو باي بريسبتيشن. يعني إيه سولتنج أوت أو بريسبتيشن؟ معناها إن أنا أعمل أدينج لسابستانس، السابستانس دي اللي أنا هضيفها هتعمل إيه؟ ريديوس السولوبيليتي بتاعة السوليوت، وبالتالي يبدأ يحصل عملية الإيه؟ الكريستاليزيشن. في عندنا ثيوري اسمها ميرز ثيوري. إيه هو الميرز ثيوري؟ الميرز ثيوري دي It can explain all the above methods for induction of supersaturation. طيب ازاي؟ في عندنا كيرف هنبص عليه، الكيرف ده هنبدا نشرح عليه. طيب اول حاجه نخلي بالنا عندنا هنا في كيرف اهو اللي هو A B. نبص تاني، كيرف A B. الكيرف A B ده بنسميه الاوردينري سولوبيليتي كيرف، او بنسميه اللي هو الايه؟ الايكوليبريم كيرف. الجزء اللي تحتيه ده كله لغايه هنا ده كده بنسميه السولوبيليتي كيرف. طيب يبقى السولوبيليتي كيرف ده بيمثل ايه؟ It represents the maximum concentration of the solution obtained by equilibrium of a solute with the solvent at a specified temperature. تمام، يعني هنا هيبقى الجزء الانساتوريتد، وعند الخط ده اللي هو هيمثل لنا اللي هو مين؟ الساتوريتد. خلاص يبقى ده بالنسبه للكيرف اللي هو من عند الايه؟ الاي للبي. طيب if sample having a composition and temperature of point C، نبص على ادي النقطه هنا اهي عند البوينت سي دي، لها تركيز ايه معين عند درجه حراره ايه معينه. طيب عملنا لها عمليه كولينج، عملنا لها عمليه ايه؟ كولينج. يبقى هي من هاي تمبريتشر اهي، خلاص نبدا نعمل السوليوشن ده ايه؟ كولينج. يبقى هيحصل ايه؟ كروس ذا سولوبيليتي ايه؟ كيرف فيرست، لغايه لما يوصل للريتش البوينت دي اللي هي موجوده هنا فين؟ على السوبر سولوبيليتي كيرف اللي هو الاف اي جي. سوبر سولوبيليتي كيرف الاف اي جي، السوبر سولوبيليتي كيرف الاف جي اللي هو السوبر ساتوريشن يعني. اوكي، هيبدا يحصل ايه في الحكايه دي بقى لما توصل للمرحله ايه دي؟ يبقى في المرحله دي هيبدا يحصل spontaneous nucleation، ويبدا يحصل ايه؟ الكريستال ايه اول حاجه ايه؟ جروس، والكونسنتريشن ايه اول حاجه؟ اوف ذا سوليوشن فولوز ذا كيرف دي اي. يبدا بقى الكونسنتريشن بعد عمليه الكريستاليزيشن ما تتم، هيوصل بقى ايه اللي موجود بعد كده؟ يبقى المحلول اللي موجود ده تركيزه هيوصل لمين؟ لي اللي هو عند مين؟ عند الاي، عند اي. طيب the solution having a composition and a temperature at any point on the curve FG، اي نقطة على الكيرف FG هيحصل ليها ايه في الحالة دي؟ هيحصل برضو لان وصلت لمرحلة السوبر ايه؟ saturation، هيحصل spontaneous nucleation، ويبدأ يحصل ايه؟ crystal growth ايه؟ start، crystal growth starts. طيب the area between the two curves اللي هو الاريا اللي بين الكيرف AB اللي هو بيمثل لنا هنا الخط ده بالظبط اللي هو الساتوريشن، والاف جي اللي بيمثل السوبر ساتوريشن، الاريا اللي بين الاثنين دي بنسميها ميتا ستيبل زون. بنسميها ايه تاني؟ ميتا ستيبل زون. في الميتا ستيبل زون دول بيحصل ايه؟ نو نيوكليشن، نو سبونتينيوس نيوكليشن، نو كريستال ايه؟ جراس. نخلي بالنا مش هيحصل لا نيوكليشن ولا كريستال ايه؟ جراس. مش هيحصل الا السبونتينيوس نيوكليشن والكريستال جروس الا في منطقه ايه؟ السوبر سولوبيليتي كيرف. تمام، اما في الميتا ستيبل زون ما بيحصلش اي حاجه من الكلام ده خالص. So at any point along the line CD، along line CD يعني خلي بالنا يعني بدايه من هنا لغايه قبل ما يوصل عند الدي، اي نقطه في على اللاين ده اللي هو بين اللاين بتاع السي والدي، اي نقطه عليهم هيحصل فيها ايه؟ no nucleation and no crystal A gross. طيب a solution at L، نبص على L، L ده برضو فين موجود؟ فين؟ في الميتا ستيبل زون. طيب هل هيحصل له عملية spontaneous nucleation
او هيحصل كريستال جروس؟ لا مش هيحصل، احنا قلنا كده كده موجود في مين، في منطقه الايه، الميتا ستيبل زون، مش هيحصل اي حاجه من الحاجات دي. ممكن يحصل امتى كريستالايزيشن؟ ممكن تحصل في حاله واحده بس، لو انا ضفت سيد كريستالز ار ادد تو بروموت نيوكليشن اند كريستالايزيشن اند ايه ريتشنج ايه ام اون ذا سوليبيليتي كيرف. يعني انا اللي هاجي بنفسي اضيف للسوليوشن ده سيد كريستال، زي كريستالات كده تعتبر زي سيدز، بنسميها سيد كريستال. زي الكريستالات دي بتعتبر في الحاله دي عامله زي النيوكليوس، او عامله او نيوكلياي، يعني النيوكلياي بيبقى عامله زي النواه كده، اللي هيبدا البارتكلز الموجوده في السوليوشن ساعتها يحصل لها ديفيوجن ودي بوزيشن ايه عليها، ويبدا الكريستال جروس يحصل. في عندنا نقطه اللي هي عند ان السوليوشن ات ان، اللي هو هنا في الحاله دي اباف ايه السوبر سوليبيليتي كيرف، هيحصل ايه؟ خلاص برضو هيحصل في الحاله دي عشان هو اباف الايه السوبر سوليبيليتي كيرف، هيحصل سبونتينيوس نيوكليشن، ويحصل عمليه الايه الكريستاليزيشن، وريتشنج بقى مين؟ ريتشنج ذا سوليبيليتي ايه كيرف، زي ما احنا ايه شايفين هنا هيبدا الكونسنتريشن بعد ما يكون الكريستال، ينزل بقى للسوليبيليتي كيرف ايه بتاعته للكونسنتريشن الاصلي بتاع السوليوشن. يبقى هي دي بنسميها الميرز ثيوري، وده الكلام اللي احنا شرحناه. تاني حاجة، يبقى أول خطوة احنا مرينا بيها Induction of Super Saturation، يبقى عملنا Induction of Super Saturation واتكلمنا على الأربع طرق المختلفين بتوعه عشان ما ننساش، يا إما عن طريق الكولينج، يا إما عن طريق الإيفابوريشن، يا إما الأديوباتيك اللي هو الإيفابوريشن والكولينج، يا إما عن طريق عملية السولتنج أوت أو البرسبتيشن، واتكلمنا على الميرز إيه ثيوري. تاني خطوة عشان يحصل عملية الكريستاليزيشن نمر بيها بعد ما عملنا الاندكشن اوف سوبر ساتوريشن هي النيوكليشن. الأول النيوكليشن دي في منها تو تايبس، في حاجة اسمها برايمري نيوكليشن وفي حاجة اسمها سكندري نيوكليشن. البرايمري نيوكليشن منه برضه سب كلاسز اللي هي الهوموجينس والهيتروجينس. يعني ايه هوموجينس؟ هوموجينس معناها ذا فورميشن اوف نيو بارتيكلز ويزن ا سوبر ساتوريتد هوموجينس فيس. تاني the formation of new particles تبدأ لسه تتكون new within a supersaturated homogeneous phase. تمام. طيب يعني ايه بقى heterogeneous؟ heterogeneous يعني معناها initiated by suspended particles of foreign substances. يعني معناها ان عندنا هيبدأ يتكون spontaneous nucleation اللي هو ده related ان بيحصل homogeneous، يعني في spontaneous nucleation بيبدأ يحصل، بلس كمان ان انا ضفت من بره بنفسي كمان سيدد ايه بارتكلز ورحت برضو ايه حطاها، فبقى كده عندي ميكس من حاجتين، بين بارتكلز نيو لسه بتتكون في السوليوشن، وبين اللي هو النيوكلس بتتكون يعني نيو بارتكلز اتكونت النيوكلس، وبين سيدد ايه كريستالز انا كمان حطاها من بره، فبالتالي بقى كده بقى ميكس بين اتنين، عشان كده في الحاله دي سموها ايه هيتروجينس. يبقى الهوموجينس دي معناها اللي هو formation of new particles within super saturated homogeneous phase، اما الهيتروجينس اللي هي بتاع عباره عن ايه اللي البارتكلز اللي هي اوريدي النيوكليس المتكونه في الهوموجينس فيز بتاعي بلس اللي هو سيد كريستالز انا ضايفاها، فبقت ميكسد من الاثنين، فعشان كده سميناها هيتروجينس. طيب ايه كلمه secondary nucleation؟ secondary nucleation معناها induced by crystals of the species under consideration that are already present. That are already present. Induced by crystals of the species under consideration that are already present. يعني ايه؟ يعني معناها بيحصل seeding نتيجة ايه؟ يعني او بيحصل عملية ان انا اضيف مش يعني هو already solution عندنا اما بيكون في المرحله الاولانيه، ممكن بيبدا يعمل ايه كريستالز. كريستالز دي النيوكليشن بتبدا تحصل ايه كريستال ايه جروس، اللي دايما بنستنى لغايه ما يحصل ايه انلارجمنت للكريستالز، ونبدا نجمع مين الكريستالز اللي هي الكبيره وناخدها. تمام. طيب بيبقى ساعات لسه باقي خلاص اللي هو الماثر ليكور ده بيبقى ممكن اللي بيخرج كمان مع الكريستالز الكبيره، ممكن يبقى لسه فيه سسبندد ايه كريستالز بس ممكن تبقى هي صغيره كده، فالسسبندد كريستالز اللي هي الصغيره دي انا ممكن اخدها مره ثانيه وابدا اضيفها مع الفيد اللي داخل ثاني للاباريتس ايه بتاعي، خلاص هي نفسها في الحاله دي اكت از ايه؟ اكت از ان نيوكليوس او نيوكلياي،
خلاص، وبالتالي يبدأ يحصل عليها برضو بقى ايه نفسها، لان هي اوريدي انا ضايفه كريستالز من ايه، او من نفس السبيشيز اللي انا عايزه ان انا افصلها، تمام، من نفس السبيشيز، يعني مش من سبيشيز مختلفه، لا من نفس نوعيه الكريستالز ان انا اصلا عايزه افصلها كبيور كريستالز هي نفسها، باخد منها الكريستالز اللي هي كانت حجمها الصغير دي وابدا احطها تاني مره تانيه في فيد مثلا جديد، وليكن في جديد انا ادخله على الجهاز، هي نفسها هتعمل انيشيشن للنيوكليشن لانها تعتبر كنيوكليس في الحاله دي من نفس السبيشيز بتاعت الاير كريستالز، وتبدا ان هي ايه يحصل عليها الديفيوجن والديبوزيشن اوف بارتيكلز، ويبدا يتكون مين الايه الكريستالز. يبقى دي بنسميها سكندري ايه، اول حاجه النيوكليشن. في برضو حاجة تانية اسمها contact secondary nucleation. يعني ايه contact secondary nucleation؟ يعني معناها between crystals والwalls بتاعت الapparatus او any other internal parts of the crystallizers or الميكانيكال ايه agitator. هما نفسها ممكن تيجي وتبدأ ان هي زي ما نقول تتخيل كده اكنها بتترسب على السطح مثلا، ممكن يبقى في agitator في الجهاز تروح مترسبة عليه، او تترسب على الجدران، او اي parts موجود مثلا ايه spiral agitator، اي حاجة تانية موجودة ممكن كمان من مكونات الجهاز يبدأ يترسب ايه عليها، فدي بتعتبر بيسموها في الحالة دي contact secondary nucleation، كأنها بتبدأ بقى تعتبر انها كسطح وهي تبدأ ايه يحصل لها deposition عليه، فبالتالي بيسموها contact secondary ايه nucleation. طيب يبقى النيوكليشن ده عندنا زي ما احنا شفنا كده في ميرز اللي درسناها ميرز ثيوري، قلنا ايه؟ قلنا في منها نوعين من النيوكليشن ممكن يحصلوا، يا اما بيحصل سبونتينيوس وده في مرحله ان انا ايه فولوينج السوبر ساتوريشن، او ان هي تبقى انديوزد زي في مرحله مين الميتا ستيبل زون، ان احنا قلنا في الميتا ستيبل زون ما بيحصلش سبونتينيوس نيوكليشن وما يحصل ولا بيحصل فيها كريستاليزيشن، وما يحصل امتى؟ في حاله ان انا اضيف بنفسي سمول سيد اي كريستالز او ايه سمول اماونت اوف امبيوريتيز، لو ضفت سمول سيد اي كريستالز هتبدا تحصل انيشيشن لعمليه الايه انيشيشن لعمليه الايه الكريستال ايه اول حاجه ايه فورميشن، ويبدا يحصل الكريستال ايه جروس. برضو اهم حاجه عشان عملية الكريستاليزيشن تتم ويكون الافيشنسي بتاعتها عالية واقدر احصل على لارج كريستالز وتبقى يونيفورم وكويسة جدا، اهم حاجة ان ما يحصلش عملية السوبر ساتوريشن، لما يحصل تمام ما اعملش عملية ايه الكولينج سريع، تمام لازم اعمل سلو كولينج. ليه؟ لما بيحصل عملية سلو كولينج يعني معناها ان انا بعمل عملية سلوينج لعملية السوبر ايه ساتوريشن، وبالتالي بيحصل سلو نيوكليشن، تبدا لما يكون سلو كولينج النمبرز بتاعه النيوكليو اللي هتتكون هتبقى قليله، سمول نمبر من الايه نيوكليو. لما يكون حاجه سمول نمبر من النيوكليو معناها هيتاح ليها ان جزء كبير جدا من السوليوت او لارج اماونت من السوليوت اللي موجود بقى في الـ في في الـ في, الـ في المحلول في البالك سوليوشن ان يجي يحصل له ديفيوجن وديبوزيشن على النيوكليو دي ويبدا يكون لنا ايه لارج كريستالز. لكن لو انا جيت ورحت عامله رابيد كولينج على طول هيحصل رابيد سوبر ساتوريشن، يحصل ايميديت نيوكليشن، النيوكليا اللي هتتكون دي بعددها كبير قوي قوي قوي، وبالتالي الاماونت من السوليوت اللي هتبقى موجوده هتبقى سمول اماونت من السوليوت اللي عشان يبدا يحصل لها سمول اماونت من السوليوت تو ديبوزيت على النيوكليا الكتيره اللي هي متكونه دي، وبالتالي هيدينا لارج نمبرز، بس في الحاله دي هتبقى ايه كريستالز ايه صغيره قوي، وانا في الحاله دي زي ما هنشرح كمان قدام شويه السمول كريستالز دي مش مستحبه. ليه؟ لان السمول كريستالز دي ممكن تعمل حاجه اسمها كيكينج للكريستالز، ودي حاجه ايه انديزايربل. اوكي، يبقى اهم حاجه ان انا مش عشان اقول بسرعه اعمل كريستال يلا اسخن واعمل عمليه كولينج بسرعه جدا، لا ده مش هيبقى مستحب، اهم حاجه ان يبقى فيه بيشنس وان هو يتعمل الكولينج بس ايه سلو كولينج عشان اقدر احصل على يونيفورم لارج كريستال، وهو ده التارجت ايه بتاعي. طيب هل برضو الفسكوستي لها عامل الافكت بتاع الفسكوستي؟ زي مثلا مثال الشوجر ايه سيرب، ده عباره عن ايه ليكويد ذات جرادولي سيكندز تو فورم فيسكوس ماس از ذا تمبريتشر از ريدوسد. اكزامبل ان انا لما باجي عندي مثلا سوليوشن من زي الشوجر سيرب ومسخنته تمام، اجي ما اجي ابرد اعمل كولينج يحصل ايه ديبوزيشن اوف فيري سمول نمبر اوف نيوكليي، وبالتالي الكريستاليزيشن doesn't occur. ليه؟ لان الليكويد gradually thickens and flow gradually as the temperature is reduced without having a crystalline structure، زي مثال اللي هو الشوجر سيرب، يبقى هنا ما بيحصلش فيه crystallization.
نيجي بقى للخطوه الثالثه. يبقى اول خطوه عشان اعمل عمليه كريستاليزيشن اندكشن اوف ايه سوبر ساتوريشن، خليكم معايا. ثاني حاجه قلنا النيوكليشن واتكلمنا عنها. ثالث حاجه الجروس اوف الكريستالز. The rate of crystal growth depends on temperature and the concentration of the liquid اللي هو solution at the crystal phase. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها ان the concentration and the temperature in the bulk of the solution are not generally the same as those at the crystal phase, resulting in a concentration and temperature gradient respectively. يعني احنا عندنا تخيل ادي الكريستال فيس اهي موجوده خلاص، وفي temperature وconcentration، فالconcentration بتاع البالك بتاع السوليوشن والدرجه الحراره بتبقى مختلفه عن اللي موجوده عند الكريستال فيس، ففي الاختلاف ده بيسموه gradient، فبنقول عليها concentration and temperature gradient. يبقى الconcentration gradient عبارة عن إيه؟ معناها transfer of solute from the bulk fluid through the solution boundary adjacent to the crystal phase اللي بنسميها mass transfer. يعني دايما crystals بتبقى موجودة في solution بيبقى حواليها إيه؟ bulk من الفلويد، نتخيل هو حواليها نقول layers من الفلويد، فبيحصل إيه ساعتها؟ بيحصل انتقال السوليوت خلاص من البالك فلويد عبر الإيه؟ السوليوشن boundary دي خلاص لغاية لما يبقى إيه؟ يجي يحصل له ايه على الكريستال فيس، ده بيسموها الماس ترانسفير. اما التمبريتشر جريديانت دي معناها الديسيبيشن اوف ذا هيت اوف ايه كريستاليزيشن، ودي في الحاله دي اسمها هيت ترانسفير. شايفين السكيماتيك دايجرام اللي انا عرضه لكم ده؟ السكيماتيك دايجرام ده بيعبر عن النيوكليشن والكريستال جروس عشان تتخيلها برضو بس بشكل تاني. ده بيعبر عن ايه؟ ادي هنا بيقول لك انا عندي السوليوشن، طبعا ده يعتبر بقى ايه ده خلاص ده ملخص اللي انا اتكلمت عنه الفتره اللي فاتت بس في شكل دايجرام. ادي السوليوشن اللي هو بيبقى ساتوريتد او انساتوريتد. انا عايز اوصل السوليوشن ده لمرحله مين؟ السوبر ساتوريشن. اعمل اندكشن لسوبر ساتوريشن، دي اول مرحله عشان اقدر اكون ايه الكريستالز. هوصل لها ازاي؟ زي ما قلنا بالطرق اللي احنا ممكن نقولها، قلنا ممكن عن طريق الايفابوريشن، ممكن عن طريق الايه الكولينج، ممكن عن طريق الاديباتيك ايفابوريشن اند كولينج، ممكن عن طريق الداتيفز ان انا اعمل حاجه تعمل سولتنج اوت او تعمل بريسيبيتيشن. كل ده هيحصل ايه؟ هيكون ايه سوبر ساتوريتد ايه سوليوشن. طيب بعد ما نكون السوبر ساتوريتد ايه سوليوشن تمام، هيبدا يحصل بقى عمليه الايه عشان احسن اللي هو السوبر ساتوريتد ايه سوليوشن بعد ما وصلت له بالاندكشن خلاص. البارتيكلز اللي هتبقى موجوده سواء ايونز او اتومز او موليكيولز تحصل لها ارينجمنت في اجريجيتس خلاص، بتبقى لوس اجريجيتس كده تبدا ان هي ايه تتكون خلاص. اللوس اجريجيتس اللي هي من البارتيكلز دي بنسميها كلاسترز، بنسميها ايه كلاسترز. طيب الكلاسترز دي may become so big that they may arrange themselves in lattice arrangement called embryo. تبدأ ان هي ايه تنظم نفسها كده وتكون lattice خلاص arrangement بيسموها embryo. embryo يعني ايه؟ زي ما نقول الجنين الصغير كده embryo. اوكي طيب الامبريو ده له احتمالين. اول حاجة ان الامبريوز دي نفسها تبقى unstable وبالتالي ممكن يحصل لها breaking اهو زي ما السهم راجع back كده وترجع لكلاسترز مرة تانية. لكن some embryo may grow to such a size that it remains in the thermodynamic equilibrium with the solution and they don't revert back to clusters. These bodies are called a nucleon. يعني هتبدأ ان هي ممكن تكبر بقى بعد كده وتبدأ ان هي تكون مين؟ النيوكليوي. النيوكليوي اللي هي اساس عملية الايه؟ النيوكليشن. بعدها يحصل ايه؟ بعد نتيجة وجود النيوكليوي يبدأ يحصل زي ما اتكلمنا من شوية الديفيوجن والديبوزيشن اوف الايه البارتيكلز من البالك اوف ايه سوليوشن، ويجي يحصل له على سطح مين؟ على النيوكليوي الموجودة، ويبدأ يحصل عملية الايه الكريستال جروس. يبقى هو ده سكيماتيك دايجرام اللي وضح لي عملية النيوكليشن والكريستال ايه جروس كملخص زي ما قلت كده للي انا اتكلمت عليه من شوية. طيب الكريستاليزيشن بروسيس مش بتتأثر بفاكتورز معينة؟ أيوة هي بتتأثر، ممكن تتأثر بالتمبريتشر زي ما اتكلمنا، ممكن تتأثر بالإمبيوريتيز اللي موجودة، ممكن إن هي في ريليشن شيب برضه بين النيوكلياي فورميشن وبين الكريستال جروس، في إفكت أوف أجيتيشن. هناخد على نتكلم دلوقتي على فاكتور فاكتور وبيأثر إزاي. أول حاجة إفكت أوف تمبريتشر. الإفكت أوف تمبريتشر عندنا هدخل على طول على الدياجرام عشان اشرح لكم عشان تفهموني. في عندنا ثلاثة حاجات،
في materials ممكن يبقى لها positive temperature coefficient، وفي materials بقول with negative temperature coefficient، وفي materials with zero temperature coefficient. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه positive temperature, negative temperature, zero temperature؟ اول حاجة اللي هي materials with positive temperature coefficient زي البوتاسيوم نيتريت، زي الصوديوم نيتريت، زي الامونيوم ايه كلورايد. ادي اللي احنا شايفين على الكيرف اهو، لاحظوا معايا، ادي الصوديوم نيتريت، طيب ادي البوتاسيوم نيتريت، ادي الامونيوم ايه كلورايد، مالهم دول؟ حصل فيهم ايه؟ لو انا جيت شفتهم هحس ان هما بيحصل لهم ايه؟ السولوبيليتي بتاعتهم بتزيد بزياده التمبريتشر، السولوبيليتي بتزيد بزياده الايه؟ التمبريتشر. اعملها لكم هايلايت عشان تشوفوها اهو، ادي الصوديوم نيتريت شايفين بيزيد، ادي مين؟ ادي ايه البوتاسيوم ايه نيتريت، طيب ادي ايه الصوديوم ايه كلورايد، كل دول زي ما احنا شايفين بيزيدوا بزياده الايه اللي هو التمبريتشر. تمام. طيب نيجي بقى للنوع التاني، بس قبل ما اجي للنوع التاني لازم افكر كويس. طيب انا ما دام قلت ان هم لهم بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت، يعني زي ما قلت كده اهو بيزيد بالحراره، بيزيد بالحراره، امونيوم كلورايد بتزيد بالحراره، بوتاسيوم كلورايد بتزيد بالحراره، البوتاسيوم كلوريت شايفين البوتاسيوم كلوريت برضو بيزيد بالحراره. طب الحاجات اللي بتزيد بالحراره دي كلها، يبقى انا لما اجي اعمل اندكشن لسوبر ساتوريشن يا ترى ايه الطريقه المناسبه ليها؟ يبقى الطريقه المناسبه ليها، انا سامعاكم بتردوا معايا اهو، الطريقه المناسبه ليها ان انا اعمل عمليه الكولينج للساتوريتد سوليوشن، يبقى دي انسب طريقه اللي هي كولينج اوف ساتوريتد سوليوشن. طيب النوع الثاني اللي هو الماتيريالز ويز نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت ساتش از يوريا، نلاحظ ايه؟ نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت معناها السولوبيليتي السولوبيليتي بتزيد ولا بتقل؟ لا نركز كويس جدا، هتزيد ولا هتقل؟ لا، هنا الماتيريالز هاف وات از كومنلي نون از انفيرتد سولوبيليتي كيرف. انفيرتد ايه؟ سولوبيليتي كيرف. يعني ايه انفيرتد سولوبيليتي كيرف؟ معناها زير سولوبيليتي انكريزز ويز ديكريزنج التمبريتشر، زي مين؟ الامونيا، زي الامونيا. شايفين السولوبيليتي الماكسيمم اهي، كل ما ابدا ازيد بدرجه الايه الحراره كل ما السولوبيليتي تقل، كل ما السولوبيليتي تقل. يبقى هي في الحاله دي السولوبيليتي مالها؟ السولوبيليتي بتقل كل ما درجه الحراره ايه تزيد. طيب يبقى هنا في الحالة دي لما اجي اعمل اندكشن لسوبر ساتوريشن يا ترى استخدم طريقة ايه؟ هل ينفع كولينج؟ لا طبعا، اذا كان هي اصلا السولوبيليتي بتقل اساسا لما درجة الحرارة تزيد، يبقى انا في الحالة دي ممكن ان انا استخدم طريقة الايفابوريشن، ممكن تمشي معايا. طيب النوع التالت اللي هي الماتيريالز والزيرو تمبريتشر كوفيشنت زي الصوديوم ايه كلورايد، دي معناها ايه؟ ادي الصوديوم كلورايد نلاحظ اهو تقريبا ما بيتأثرش اصلا بزياده درجه الحراره، السولوبيليتي ثابته مهما كانت الحراره. طيب يبقى it show no or little effect of temperature on the solubility، والسوبر ساتوريشن ممكن احصل عليه يا اما عن طريق اللي هو الايفابوريشن يا اما عن طريق adiabatic evaporation. ده الكلام اللي احنا النوع الرابع بقى اللي هو الهايدريتد سولز، اللي هو الهايدريتد سولز يعني معناها الكومباوند بيبقى ماسك في جزيئات ميه. الهايدريتد سولت زي صوديوم هيدروجين ايه فوسفيت، ادي صوديوم هيدروجين فوسفيت، او زي الفيروس صلفيت زي ما احنا شايفين هنا على الكيرف الفيروس ايه صلفيت. هنلاحظ ايه؟ هل ليهم بيهيفير ثابت؟ لا، البيهيفير بتاعهم هنا مش ثابت. ذا كيرف از discontinuous where the curve is positive over a range of temperature، اهو زي حاله الفرس مثلا اللي فيه سبع جزيئات ميه نلاقيه كده. تمام. طب بعد كده لو كان فيه اربع جزيئات ميه بدا يثبت شويه. طب لو هو انهيدروس لا بيبدأ بيقل، يعني معنى كده ان البيهيفير هنا ايه discontinuous. تمام. ففي الحاله دي الكريستاليزيشن هنا عشان اقدر اعملها لازم اخد بالي من ايه؟ لازم اعمل كيرفل ايه ريجوليشن للتمبريتشر، ابقى عارفه التمبريتشر بالظبط والبيهيفير بتاعها مع السولوبيليتي بتاعت الاير كومباوند عامله ازاي، وكمان عندي اختيار الايه الاباريتس اللي انا هستخدمه. هل هستخدم بقى في الحاله دي حاجه بالكولينج ولا بالايفابوريشن، ولا ايفابوريشن وكولينج باستخدام فاكيوم، ولا هستخدم ايه السيوتابل ايه كريستالايزرز اللي هو اللي انا هقدر استخدمه. ده اللي هو النوع الرابع.
يبقى اول افكت عندي كان الافكت بتاع التمبريتشر. طيب تاني افكت بيأثر على عمليه الكريستاليزيشن هي الافكت اوف امبيوريتيز، بمعنى موستلي ممكن يكون ملهاش اي افكت خالص اند ريمين سولبل ان سوليوشن، زي في حاله لو انا مثلا حاطه كحول تمام لاقوى سوليوشن من الصوديوم كلورايد، ما فيش منه ضرر ما اثرش. طب ممكن حاجه ثانيه يعملها، اول حاجه ريتارد، ثاني حاجه ريتارد الكريستال فورميشن، تاخر الكريستال فورميشن خالص. ازاي؟ هتقلل عمليه النيوكليشن والكريستال جروس. طب ليه؟ لان هيحصل لها ادزوربشن على السيرفيس اوف النيوكليوس او الكريستال، وبالتالي ما يحصل لها هي الادزوربشن، ما ادتش فرصه للسوليوت نفسه اللي يحصل له ادزوربشن، وبالتالي عملت لي مشكله. طيب الاحتمال الثالث ممكن هي تؤدي لحدوث الكريستال هابت موديفيكيشن باي بريفرنشال ادزوربشن اون سام فيسز اوف كريستال هنس موديفاينج ذا شيب، زي ما شرحنا كده في البدايه خالص لما قلنا ان الصوديوم كلورايد لو حصل له كريستالايزز من اقوى سوليوشن، لو نفتكر قلنا بيدينا ايه؟ قلنا بيدينا الايه الكيوبيك فيسز. طب لو كان في صوديوم كلورايد حصل له كريستالايزيشن من اقوى سوليوشن في سمول اماونت من اليوريا، هيدينا في الحاله دي اوكتاهيدرال ايه فيسز. الاحتمال الرابع ان هي انهانس الكريستالايزيشن عن طريق ان هي تعمل ايه سولتنج اوت اور اندكشن اوف ايه نيوكليشن، يا اما تعمل سولتنج اوت تمام او ان يحصل ايه اندكشن للنيوكليشن ايه اللي موجود. طيب تالت برضو فاكتور بيأثر على عملية الكريستاليزيشن بعد موضوع التمبريتشر وموضوع وجود الامبيورتيز، اللي هي الريليشن شيب بتوين النيوكليشن والكريستال جروس. اول حاجة لازم اعرف يعني ايه كلمة جروس ريت. جروس ريت معناها increase in the size of crystals per unit time. طيب اما النيوكليشن ريت معناها يبقى الجروس ريت هنا بيتكلم على مين؟ related للسايز بتاع الكريستالز per unit time. اما النيوكليشن ريت related لمين؟ للنمبر of new crystals produced per unit time. للنمبر of new crystals produced per unit time. طيب عايزين نعرف الريليشن شيب بينهم هتعتمد على ايه؟ أول حاجة لو حصل slow induction of super saturation، slow induction السوبر ساتوريشن ازاي؟ يعني مثلا فور اكزامبل لو هو بيعتمد على موضوع التمبريتشر، يبقى ان انا اعمل عمليه ايه سلو كولينج كده. لما يحصل سلو كولينج الجروس بريدومينيتس اوفر نيوكليشن ويدينا لارج كريستالز ار اوبتيند. مش انا قلت من شويه ان لما اعمل عمليه سلو كولينج معناها ان يبقى في الحاله دي فيو نمبرز بس من النيوكلي هتتكون ويبدا يحصل عمليه الايه الكريستاليزيشن والجروس افضل ويدينا في الحاله دي لارج كريستالز. طيب ده المفضل على فكره. اما لو انا جيت عملت بسرعه رابيد اندكشن اوف سوبر ساتوريشن، ده في حاله لو كان السوبر ساتوريشن ده يعني الاندكشن هيعتمد على التمبريتشر بالكولينج، خلاص هعمل ايه؟ لو جيت عملت رابيد كولينج هيحصل نيوكليشن في الحاله دي بريدومينيتس اوفر الكريستال جراس وسمول كريستالز ار اوبتين، هيبدا يتكون النيوكليشن، نيوكليس تبدا تتكون باعداد كبيره تمام، لارج نمبر من النيوكليي هتتكون، وفي الحاله دي الكريستالز اللي هتبدا تتكون هتبقى ايه كريستالز ايه سمول كريستالز، والسمول كريستالز دي هي اللي هحصل عليها. وانا قلت ما بحبش خالص السمول كريستالز دي، يبقى فرصه ان حدوث الكيكينج فيها بتبقى ايه اعلى. يبقى معنى كده الريليشن شيب بين النيوكليشن والكريستال جراس بتتاثر بايه؟ هتتاثر بقى طبعا فاكتورز كتيره جدا، منها اللي هو الستيرنج ريت، هتتاثر بالتمبريتشر، هتتاثر بالكونسنتريشن، السايز والنمبر اوف كريستال بريزنت في السوليوشن، وهتتاثر بالامبيورتيز. كل دول فاكتورز اكيد لازم هياثر. طيب بعد ما هيبدا يثبت معايا ايه اللي هيحصل؟ possibility of bombardment، يعني ليه ثبت؟ لان بيحصل ممكن possibility of bombardment of large تخبط large crystals to retain their original size may explain the absence of agitation effect at certain a point. خلاص يعني وصل certain point مش بعدش يبقى فيه اي زياده في الكريستال جروس نتيجه ان في احتماليه تخبط الايه الكريستالز ايه اللارج كريستالز مع بعضها عشان يحافظوا على السايز ايه بتاعها، وده يعمل ايه اكسبلينج ل الابسنس اوف ايه اجيتيشن ايه افكت ات سيرتن ايه بوينت. طيب هنتكلم بعد كده على اللي هو التايبس اوف كريستالز. التايبس اوف كريستالز دي عباره عن ايه؟ التايبس اوف كريستال دي ديبند اون ذا بروسيس اوف كريستاليزيشن يوزد، بمعنى اول حاجه انا عندي يا اما في فيري سمول كريستالز يا اما في ميديوم ايه كريستالز يا اما فيري لارج كريستال، ده بيعتمد على عمليه كل ده السايز دي هتعتمد على ايه؟ على البروسيس اوف كريستاليزيشن.
الفيري سمول كريستال زي ما انا اتكلمنا من شويه لو نفتكر قلنا ايه ان انا ما امنش عمليه رابيد كولينج. يبقى بتحصل وبيكون ازاي؟ باي رابيد كولينج اوف ا فريكوينتلي ستيرد ساتوريتد سوليوشن ات اتس بويلينج بوينت. يبقى في الحاله دي هيدينا فيري سمول ايه كريستال. زي ما قلنا الرابيد كولينج معناها ايه؟ الرابيد كولينج معناها هيكون لارج نمبر من النيوكلياي بسرعه وبعد كده هيبدا يتكون ايه الكريستالز. لكن في الحاله دي الكريستال هتتكون خلاص هتبقى very small crystals هي اللي هتتكون. تبقى كتيره بس هتبقى very small crystals. طيب الميديم كريستالز، الميديم كريستالز هتتكون by slow cooling of a saturated solution at 60 to 80 degree centigrade without mechanical disturbance in a warm room. طيب ال very large crystals تتكون ازاي؟ by setting aside a large volume of solution and allowing it to evaporate spontaneously. سيبها بقى يتبخر تلقائي كده خالص، تمام؟ ده اللي هيساعد على ان يكون large crystals. خلاص بعد كده اخد بقى الايه الليكويد بعد ما خلاص بخرنا بقى السبونتينيوس من جزء من السولفنت. الليكويد شود بي كلاريفايد عن طريق عمليه الفلتريشن وجاردد اجينست ايه داست اكسس وي فورميشن اوف لارج كريستالز مي بي فاسيليتيتد باي سيدنج. ممكن انا احط سيدنج اللي هو سسبندنج ويل فورم ايه كريستال اوف ذا سوليوت ان ذا سوليوشن، وبالتالي الكريستال دي اللي انا هعمل لها عمليه سيدنج اكت از ايه النيوكليس. بعد كده عندنا في حاجة اسمها fractional crystallization. يعني ايه كلمة fractional crystallization او البروسيس دي انا بعملها ليه؟ البروسيس دي انا بعملها عشان اعمل purification لcrystalline substance. يعني معناها مثلا ميكشور من solutes معينة مع بعض او من مركبات مع بعض وانا عايزة اعمل لها عملية فصل وعايزة احصل على compound معين منهم في شكل pure form. ازاي؟ في طريقتين by two methods. الميثود 1 وميثود 2. الميثود 1 دي بتعتمد على الاختلاف السولوبيليتي بتاعت السبستانسز دي، تمام؟ يبقى it depends on different solubilities of the substance to be purified and the impurities. طيب ميثود 2 هتعتمد على ايه؟ هتعتمد it depends on the different effects of temperature on the solubility of the substance to be purified and the impurities. يعني معناها بتعتمد على وجود different temperature coefficients. يبقى الأولانية بتعتمد على different الاختلاف difference في solubility والتانية بتعتمد على difference في temperature coefficients. طيب نبدأ نخش ونتكلم مثال. المثال الأولاني method 1 اللي هي ايه different solubilities. ازاي؟ يعني مثلا أنا عايز أفصل ايه separation of hyoscyamine from a mixed alkaloids of belladonna extract. طيب عبارة عن ايه الميكس من الألكالويدز الموجودة؟ عبارة عن هايوسيامين، هايوسين، بلادونين. خلاص هاجي اروح انا حطاهم اقوم دوباهم في ايه في هوت كربون تيترا كلورايد اند فلتر وايل هوت. ادوبهم في كربون تيترا كلورايد وبعد ما ادوبهم اطوف في هوت لازم هوت نخلي بالنا هوت كربون تيترا كلورايد اروح عامله فلتريشن ايه بسرعه وايل هوت. ايه اللي هيحصل؟ البلادونين هيبدا يحصل له عمليه بريسبتيشن. دي فصلت واحد من الثلاثه اترسب اللي هو البلادونين. اتبقى لي في الهوت فلتريت مين؟ اتبقى لي في الهوت فلتريت اللي هو السولوبل هايوسين والهايوسيامين. بعد كده اسيبهم بقى شويه خالص لغايه لما المحلول بقى يبدا يبرد كده ويهدى سيتاسايد. هيحصل ايه بقى؟ الهايوسيامين هيحصل له كريستالايزس اوت اما الهايوسين ريمينز ان سوليوشن. يبقى انا في الحاله دي عملت كريستالايزيشن اللي انا ايه ديزايرد اللي هو مين؟ اللي هو الهايوسيامين. طيب ممكن اعمل برده حاجه ثانيه عشان احصل على بيوريفيكيشن اعلى واعلى واعلى، ان انا اعمل عمليه recrystallization for higher degree of purity can be done by redissolving of the crystallized hyoscyamine in hot carbon tetrachloride. تاني ارجع اخده تاني وادوبه تاني في ايه في hot carbon tetrachloride وارجع اعمل بروسيس مره تانيه اعمل عمليه الفلتريشن والcrystallization in the same manner as discussed before. طيب الميثود نمبر 2 دي بتعتمد على الديفرنس في التمبريتشر كوفيشنتس وبنسموا حاجه كمان اسمها الكومون ايون ايفكت. يعني ايه؟ هنا مثلا انا عندي سيبريشن اوف ايه صوديوم نيتريت اللي هو له بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت فروم اتس ميكشر والصوديوم كلورايد اللي هو زيرو تمبريتشر كوفيشنت. هعمل ايه؟ ان انا هبدا ان انا اسخن الميكشر ده لغايه اما يوصل لدرجه حراره كام؟ 120 درجه. طيب لما هوصل لدرجة حرارة 120 درجة نخلي بالنا في ايه؟ الصوديوم كلورايد زي ما قلنا قبل كده زيرو تمبريتشر افكت، يعني ايا كان درجة الحرارة قليلة عالية هو هيدوب.
تمام، يبقى كده كده دايب دايب في مين لغايه ما اوصل حتى ال 120 هو دايب معايا، مفيش ايه اي مشكله. طيب الصوديوم نيتريت احنا قلنا له بوزيتيف تمبريتشر افكت، يعني كل ما كان بتزيد درجه الحراره كل ما السولوبيليتي بتاعته بتزيد، عشان كده عند 120 درجه هيدينا طبعا ايه الماكسيمم بالنسبه للسولوبيليتي بتاعته. خلاص طيب انا بعد ما عملت الحكايه دي وعملت ساتوريتد سوليوشن عند 120 درجه، خلاص جيت بعد كده هعمل ايه بقى؟ هروح عامله اندكشن لايه؟ لسوبر ايه ساتوريشن. هنزل بدرجه الحراره من 120 ل 10 درجات. طيب نتخيل ده دلوقتي ايه اللي هيحصل لما انا عملت كده؟ مين اللي هيبدا يحصل له عمليه كريستاليزيشن؟ طبعا اللي هيحصل له عمليه كريستاليزيشن اللي هو مين؟ اللي هو الصوديوم نيتريت، لان انا عملت له عمليه اندكشن للسوبر ساتوريشن في الحاله دي بالايه؟ بالكولينج. يبقى انا مين اللي هيحصل له كريستاليزيشن؟ اللي هو الصوديوم نيتريت اللي هو له بوزيتيف تمبريتشر كوفيشن، لكن الصوديوم كلورايد مش هيحصل له كريستاليزيشن ريمينز. ليه؟ لانه كده كده هو زيرو تمبريتشر كوفيشن، هو ما تاثرش اساسا بانخفاض الحراره من 120 ل 10، هو بيدوب في كل الرينجز بتاعت التمبريتشر دي بنفس الكفاءه، ما عندوش اي مشكله، فبالتالي مش هيحصل له عمليه كريستاليزيشن، وبالتالي انا حصلت على مين في الاخر؟ حصلت على الصوديوم نيتريت في شكل كريستال فورم اللي انا كنت عايزه. الصوديوم كلورايد كمان provides a common ion to help in crystallization of sodium nitrate. يعني ايه كلمة common ion؟ common ion يعني معناها effect. common ion effect describes the suppressing effect on ionization of an electrolyte when another electrolyte is added that shares a common ion. يعني احنا نلاحظ هنا sodium nitrate وعندنا sodium chloride، الكومن ion عند مين؟ اللي هو الصوديوم. الكومن ion هنا في sodium chloride اهو الصوديوم، يبقى هو ده الكومن ion. لما اجي مثلا اضيف حاجه زي الصوديوم كلورايد دي بتاثر على الايونيزيشن والسولوبيليتي بتاعت الصوديوم نيتريت، وبالتالي برضو بتساعد ان يحصل له عمليه ايه؟ زي فكره السولتنج اوت كده، وبالتالي برضو هتساعد على حدوث عمليه الكريستاليزيشن. هنيجي بقى لاخر حاجه هنتكلم ايتمز في المحاضره دي اللي هو كيكينج اوف كريستالز. يعني ايه كلمه كيكينج اوف كريستالز؟ كيكينج اوف كريستالز it occurs when small crystals are subjected to high humidity causing a small amount of the solution at the surface of the crystals that will adhere together forming a cake. وبالتالي لما يبقى السمول كريستال جه عليها هيوميديتي بنسبه كبيره جدا، هاي هيوميديتي اتعرضت ليها ويحصل ديسوليوشن ويبداوا يمسكوا بقى الكريستال تمسك في بعض، حتى لو جيت اعمل عمليه ري ايفابوريشن للسولفنت مره ثانيه لا ما عادش، خلاص بقى كريستالز بقت تايتلي باوندد باوند توجذر، تايتلي باوند توجذر. طيب if a crystal of a soluble salt is in contact with air containing less water اللي هو المويتشر يعني كانت اقل شويه less water المويتش كمويتشر that would be in equilibrium with its saturated solution. ايه اللي هيحصل؟ لو كانت المويتشر اقل في الحاله دي يبقى هنا في الحاله دي crystals will stay dry even it is surrounded with thin film of solution it will evaporate. يعني هتفضل دايما هي ايه dry. طيب on the other hand على العكس بقى، طب افرض a crystal of soluble salt is in contact with air containing more water او more moisture متعرضة more moisture that would be in equilibrium with its saturated solution. هيحصل لها ايه الكريستالز دي كده؟ هيحصل لها crystals will become damp رطبة absorb water dissolve وتدينا في الاخر dilute solution in equilibrium with the moisture content in the air. في ترمينولوجي مهم اسمه critical ايه humidity. critical humidity critical حاجة يعني حاجة حاسمة زي ما بيقولوا كده critical، ما يقول لك critical situation. critical humidity critical يعني ايه؟ is the relative humidity of the surrounding atmosphere at a certain temperature above which the salt will always absorb moisture from the atmosphere and become damp and through which it will always stay dry. If crystals are coated with impurities, this may result in a critical humidity higher or lower than that of the pure salt. يعني pure salt كل salt أو pure compound بيبقى له critical humidity. أباب في critical humidity دي هي absorb إيه moisture. أقل منها هيفضل dry ومش هيحصل له إيه مشكلة. طيب زي مثلا إيه؟ لو أنا impurities دي تأثر إزاي؟ ممكن هي لو في وجود بقى impurities تأثر على critical humidity بتاعت pure compound أو نفسه أو pure salt اللي موجود نفسه. وبالتالي يحصل له عملية الإيه؟ absorb moisture ممكن أسرع. ازاي؟ زي ميكشر اوف صوديوم كلورايد كريستالز لو في وجود كالسيوم كلورايد او مغنيسيوم كلورايد كامبيورتيز لو هم يعني كامبيورتيز مع الصوديوم كلورايد اللي هم الاثنين دول كالسيوم كلورايد والمغنيسيوم هم الامبيورتيز مع الصوديوم كلورايد
ايه اللي هيحصل؟ وجودهم نفسها هيخلي الميكشر ده كله في الاخر هيبقى له بقى ايه؟ will have much lowest critical humidity than sodium chloride. sodium chloride critical humidity بتاعته عند كام؟ 78%. في وجود الامبيورتيز اللي موجوده دي قللت الكريتيكال ايه هيوميديتي، وبالتالي هنحصل على كوميرشال سولت with critical ايه هيوميديتي less than ايه 78%. less than 78%، وده طبعا مش هيبقى كويس، عكس ما يبقى حاجه البيور. لو كان البيور خلاص ده يعني يقعد بقى كويس جدا دراي، والكريتيكال هيوميديتي بتاعته اعلى من كام؟ من 78%. لكن هنا لما انا وجود الامبيورتيز دي خدت الكريتيكال هيوميديتي بتاعته قلت خالص عن ال 78%، معناها خلاص يعني قلت، وبالتالي عرضه انه ممكن يحصل له عمليه يعني ابزورب المويتشر ويبقى دامب والكلام ده كله ممكن يحصل، ويبقى عرضه انه ممكن يحصل له عمليه الايه الكيكينج. طيب ازاي اعمل بريفنشن اوف كريستال كيك؟ في عندنا كذا حاجه. اول حاجه ذا هايست بوسيبل كريتيكال هيوميديتي، زي ما قلنا احاول احافظ على الهايست بوسيبل كريتيكال ايه هيوميديتي بتاعت الايه الكومباوند، معناها باي ريموفينج ذا امبيورتيز ذات هاف lower critical humidity than the product required، زي في حالة مثلا ايه وجود الكالسيوم كلورايد in case of a common salt، زي ما احنا قلنا في حالة وجوده مع اللي هو table salt مثلا زي وجود الصوديوم ايه او الحاجة ايه كلورايد. طيب تاني حاجة ان انا احصل على product، البرودكت ده containing ايه uniform crystals، لازم تبقى contain uniform crystal with maximum voids percentage and fewest contact points. يعني ايه؟ معناها ان الكريستال تبقى السايز بتاعها كله يونيفورم، ما يبقاش مثلا في سايزز كبيره وسايز صغيره، كلها تبقى يونيفورم خلاص، بحيث ان يبقى في فويدز ماكسيمم فويد بيرسنتج، يبقى في فراغات بين الايه بين البارتكلز دي وبعضها، ويبقى الكونتاكت بوينتس الموجوده بينها قليله تمام. لكن ما اعملش ميكس بقى من الكريستالز كبير وصغير وكله يجي مع بعضه، ليه؟ لانه دلوقتي هنشوف بدايجرام انا جايبه لكم ليه ممكن وجود الديفرنت يعني كبير وصغير ممكن ياثر، هنشوفها دلوقتي. فهي لازم اهم حاجه تكون يونيفورم كريستالز ويز ماكسيمم ايه فويد برسنتج اند فيوست ايه كونتاكت بوينت. ودي اقدر اتحكم فيها ازاي عشان احصل حاجه يونيفورم كريستال؟ من خلال التحكم مثلا في عمليه الاجيتيشن ريت. نخلي بالنا زي ما شرحنا ان في علاقه بين الايه الاجيتيشن ريت وبين الكريستال ايه جروس، وعن طريقها اقدر احصل على يونيفورم كريستال. نخلي بالنا برضو عشان احصل على حاجه يونيفورم ايه كريستال، كل ما كانت عمليه ان انا اعمل السوبر ساتوريشن عن طريق ان انا اعمل سلو كولينج للساتوريتد سوليوشن تمام، يبقى في الحاله دي تدينا الفيو نيوكلياي، واقدر ان انا اكون ايه لارج سايز ايه كريستال، وكل ما كان لارج سايز ايه كريستال يبقى معناها بقت يونيفورم وفي ماكسيمم فويدز موجوده ولو كونتاكت ايه فيوست كونتاكت بوينت موجوده، فما يحصلش عمليه الكيكينج. وكمان الحاجه الثالثه عشان احصل على يونيفورم كريستالز ان انا اراعي دايما ان انا اختار السيوتابل ايكويبمنت فور كريستاليزيشن. حلو قوي الدايجرام ده، هتقدروا تفهموا منه الكلام اللي انا شرحته في النقطه اللي فاتت. يعني ايه؟ هنلاحظ هنا، نتخيل ادي عندنا هنا كريستالز اهي متكونه. الكريستالز دي لما ما بتبقاش يونيفورم زي ما احنا شايفين، ادي دواير اخده سايز معين اهي، وادي دواير اخده سايز اقل شويه، ودواير اخده سايز ايه حجم كريستالز اخده حجم صغير. ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي عندنا دلوقتي ثلاث الوان. اللون اللي هو الاورنج الفاتح ده معناها لو كيكينج انتنسيتي، الاورنج الاغمق سن ميديوم كيكينج، واللون اللي هو داخل على اورنج دارك اورنج ده يبقى هاي كيكينج انتنسيتي. الفيجر ده بيوري لنا ايه؟ بيقول لك this figure shows the simulation result of kicking behavior from one day to 40 days. خلاص 40 days. ايه اللي يحصل؟ The color zones represent the caked particles where a dark color indicates larger caking strengths. كل ما الاقي الكيكينج بتاع الكولر ده بدا يتقل اهو معايا، معناها indicate ان في ايه؟ كيكينج بدا ايه يحصل. It shows that the crystals with a smaller particle size caked first and formed strong crystal bridges rather quickly. نلاحظ هنا شايفين اول يوم هل في حصل حاجه؟ لا، ما كانش لسه بدا حاجه. بعد كده في الايام اللي بعد كده حصل ايه؟ شايفين اهو الكريستالز اللي هي حجمها مش بقى الكبير، لا اللي حجمها الاصغر اهي الميديوم شويه الصغيره خلاص، الفيتامين هي تبقى اصغر، هتبدا ان هي مع بعضها تبدا تحصل ايه، يبدا هي لنفسها تبدا يحصل لها عمليه الايه الكيكينج خلاص، ان هي تكون زي ايه بريدجز مع بعضها، كيك دي فيرست وتكون بريدج، تحس ان هي بدات اهي شفتوا كيك 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 وتكون ايه بريدج، تعمل كيكينج وتكون بريدج، شايفين بدات تتقل اهي بريدجز
عملت بريدجز. شوفين شايفين بقى تقلت قوي قوي قوي، بدأت خلاص تجمع جامد مع بعضها، عملت اللي هو ايه البريدجز بقى خالص، وبالتالي هي نفسها بدأت تعمل كيكنج بقى. ايه حصل بقى عملية الايه الكيكنج ليه الكريستالز الموجودة. يبقى هي هنا بدأت اهي، وبدأت تحصل بعد كده عملية ايه الكيكنج ليه الكريستالز، نتيجة ان هي عملت بقى بريدجز كده، فبالتالي خلاص قللت الايه الفويد فوليومز اللي موجود بين البارتيكلز، وكل حاجة بدأت تمسك بقى في بعضها، وبالتالي أدت لحدوث الكيكنج. عشان كده بنقول ان وجود يونيفورم كريستال سايز ده هيكون افضل. اما لو جيتوا لاحظتوا الفيجر اللي هو الاي الفاينل اهو، والفيجر اللي هو الاف ده اللي هو بيبقى تحت الميكروسكوب، اللي هو بيدينا لا سيميوليتنج بقى الاكشوال اللي بيحصل فعلا، شو ذا شيبس اوف كيك دي بارتيكلز فروم ذا سيميوليشن ريزلت وير سيميلر ويز ذا ريال اي 1. شايفين برضو الريال 1 اهو بيشرح لنا برضو ازاي بيبدا يحصل عمليه الاي الكيكنج، والكريستالز اهي بتبدا تمسك في بعضها وبيبقى شكلها عامل ازاي. تمام، هنا برضو بيوضح لنا طبعا الاي اللي هو بيعبر عن ايه اللي هو الايمج على الدي 1 اللي ما كانش فيه هنا ايه كريستالز خالص. قالك الكيكنج هنا بتمثل الريشيو بتاعتها 0%. قالك هنا باي نمبر بي اللي هو 2 دايز الكيكنج ريشيو بقت ايه 8%، صغنططه خالص زي ما احنا شايفين. طيب سي اللي هو 7 دايز الكيكنج ريشيو 48%. طيب لما نيجي عند الدي هنلاقيها بدأت تزيد اللي هو ايه 19 days كيكنج ريشيو 69%. نيجي بقى هنا ل 40 days الكيكنج ريشيو 81%. اما الايه 81% خلاص. والاف ده اللي هو الريال طبعا ايه اللي احنا بنشوفه بقى الريال كيكنج بارتيكل ايمج اندر اي سيم سيميوليشن ايه كونديشن. تمام، وهنا ده كده باختصار وضح لنا الفكرة اللي هي بتاعت حدوث عملية الايه الكيكينج. تمام، يبقى اهم حاجة بقى الخلاصة اللي احنا طلعناها من الدياجرام دي ان انا احاول ان دايما الكريستالز تبقى يونيفورم كريستالز عشان اعمل ماكسيمم فويد ايه برسنتج تبقى موجودة وفيوست ايه كونتاكت ايه بوينت. اخر تالت حل ان انا اعمل كوتينج with inert materials that can absorb moisture. ازاي؟ example ان انا جبت مثلا dusting is a table salt with inert material زي ايه magnesium او الايه الكالسيوم فوسفات. تمام، تاني حاجة ان انا لو عندي some hydrated salts have melting points near to room temperature، هي ما عندنا two possibilities. البوسيبل الاولانية في الهيدريت salts موجودة، يا اما يكون salts with large percentage of voids وفي نفس الوقت معناها ان هي يونيفورم في السايز ما هيش فاين. تمام، حتى لو حصل فيوزد او ميلتد ماتيريالز اللي هيحصل فيوزد او ميلتد ماتيريالز لو حصلت حتى will not be sufficient to lock crystals together on resolidification. تمام، مش هتبقى كافيه ان تحمل لها عمليه ايه لوكينج للكريستالز. طيب تاني حاجة salts with a small percentage of voids اللي هي not uniform in size or fine هيحصل ايه الفيوزد او الملتد ايه material will be sufficient to lock crystals together on resolidification. تمام؟ on resolidification. طب اتغلب عليها ازاي في الحالة دي؟ هعمل كيكنج may be partially prevented by dusting the crystals with powder inert material. يبقى انا كده ده كده الجزء الاول من مرحله من محاضره الكريستاليزيشن احنا شرحناها. ان شاء الله هيبقى الكريستاليزيشن ليها بارت 2 اللي هي هنتكلم بقى على الاباريتس المستخدمه في عمليه الكريستاليزيشن اللي هي المحاضره الجايه ان شاء الله. وفي التالي بعد لما هشرح المحاضره الجايه يبقى انا كده خلصت الكورس بتاعي. انتظروني في الجزء الثاني من محاضره الكريستاليزيشن. ثانك يو.